خلينا نخلي وسياسة خلنا بس بابا صار عليك اما نقدروا حنا كمخارط باش ما نكذبوش على راسنا ما نكذبوش على الجمهور، هذا تمالي مخارط لهنا راه تاعو ما يقدر يتحمل المسؤوليه، لان الفرقه راه غارقه بزاف، الفرقه راه فيها كريديات بزاف، الفرقه باش تصوفيها راه خصك فلوس، حنا كذب عليك كذاب الا مشينا وقبلنا بالمقترح اللي كيطلبوا به هنا الاعضاء المسؤولين القاعه بتسيير لجنه، راه لجنه ماشي في الصالح ديالنا نهائيا، لان الوقت ما الوقت كيداهمنا، انت خصك تعاقدات، خصك تصوفي الفرقه، الا جيتي عملتي لجنه باش تصرف بها الاعمال راه حكمتي على الفريق يهود القسم الثاني، اذا حنا كمخارطين كنطالبوا بان ما نشكلوش لجنه وما نتحملوش المسؤوليه ديالنا ونعطيوها للسلطات المدينه، علاش؟ لان هما اللي يقدروا يجيبوا رئيس، هما اللي يقدروا يتحملوا مسؤوليه الفريق، علاش؟ لان الفريق عنده واحد الارث ثقيل، ارث كبير بزاف، حنا ما مستطعينش اننا نتحملوه. سلمان مرزوقي مخارط فريق اتحاد طنجة، اليوم كنا فرحانين وعازمين وغادي ننتخبوا مكتب مديري جديد الى اخر دقائق، حتى كنتفاجئوا بلي ما كاينش شي رئيس اللي منزل بعدا الدوسي ديالو، ومع العلم الناس الاخوان كيعرفوا بلي 8 ايام قبل او 10 ايام قبل قال لك خصنا نعملوا واحد لجنه مؤقته انتخبوا عليها اللي غادي تمشي بزمام الامور، حنا ما نقدروش نعملوا لجنه مؤقته كمنخرطين، لان لجنه مؤقته في اي فرق اللي هبطوا دوزيام ديفيزيون ودخلوا دوزيام ديفيزيون وتنساو راه عملوا لجنه مؤقته ودفناتهم، حنا ما نقدروش ندفعوا الفريق ديالنا، حنا كمنخرطين ما قدرناش نعملوا لجنه مؤقته، كيف حنا عملنا لجنه مؤقته هو حتى رئيس ما جايبش يمشي بزمام الامور، عملنا لجنه مؤقته منا حنايا ما يقدروش الاخوان يعملوا لجنه مؤقته، كان عندنا رئيس مزيان شي كيشهر شي كيغرب عملوا له العصابه الرويده، حنايا اليوم طنجه مدينه طنجه كتعيش وصمه عار، التاريخ ديال مدينه طنجه اليوم نشوف عمر 33 سنه، عمري في الدنيا شفت انا هاد الوصمه اللي وصلنا لنا اليوم، هاد العار، هاد النفق المظلم ديال التاريخ ديال طنجه، طنجه مفتوحه على الابواب عباد الله، حشومه وعيب، حنا خصنا الولايه والمسؤولين والسلطه المحليه ورجال الاعمال هاد المدينه هادي يعملوا يد في داعي عباد الله، راه هادشي هذا راه ندموا عليه، اقسم بربي الا غادي ندموا عليه، والكره في يدكم دابا، وكما قال الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفريق حاليا في فترة بلوكاج، كيخص السلطات الوصية هي تاخذ بزمام الامور، لان تشكيل اللجان المؤقتة اثبت الفشل ديالو في مجموعة من الفرق، ما بغيناش اتحاد طنجة حتى هي تكون واحدة من ديك الفرق اللي هبطت الهوات، خصنا حلول جذرية، حلول ترقيعية غير مسموح بها، كمنخرطين قمنا بالدور ديالنا وجبنا جمع العام في هذا الوقت هذا اللي هو وقت مناسب جدا باش الفريق يتصوفى، ولكن فوق طاقتك لا تلام، عدم وجود رئيس هي وصمة عار في جابين هذه المدينة، خص حلول جذرية أكرر، فوق هذا الشيء ما عندنا حتى شي إضافة، حنايا هنايا إذا كاين شي حل بسم الله، حل جذري بسم الله، حنا موجودين، حلول ترقيعية ما كنظن لن يؤذي أكلاه حاليا، وشكرا. عند الأهداف ديالها جد محددة، حيت المدة ديالها في الزمن أصلا محددة، كاين هو التحضير ديال التكميلة ديال الجامع العام، حيت هذا الجامع هذا ما توفقناش باش نلقاو شي رئيس، حتى واحد ما تقدم بالترشيح ديالو، ولهذا كانت واحد اللجنة تحضيرية باش نكملوا الجامع العام في نهار اخر، نتمناو يكون كاين شي مرشح قوي اللي ينقد اتحاد طنجة من هذه الوضعيه الكارثيه اللي كتعيشها، وفي نفس الوقت نهيئوا نخليو ما نتركوا شي فراغ ونهيئوا المقابله القادمه اللي عندنا يوم السبت، واللي نتمناو تكون هي البدايه ديال الانطلاقه الحقيقيه ديال اتحاد طنجة ان شاء الله، وشكرا. هي انتخاب مكتب مدير تحضر ذلك نظرا لهدف يميز عليها، النقطة الثانية تقريبا كذلك بجدول الأعمال،
من بعد الدور.